أظهرت مشاهد جديدة نشرتها قناة فرانس بريس 24 تفاصيل من عملية اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر من الأجهزة الأمنية داخل مدينة الخليل قبل عدة أشهر. وتظهر المشاهد عملية إدخال الناشط بنات إلى المشفى بعد أن تعرض للضرب الشديد على يد القوة التي قامت باغتياله، إلى جانب اللحظات الأولى لإدخاله للسيارة التي كانت القوة تستقلها لحظة عملية الاغتيال. حول هذا الملف معنا الآن عبر الهاتف نداء بسومي، وهي مسؤولة ملف الضغط والمناصرة في مجموعة محامون من أجل العدالة. صباح الخير. صباح النور. هلا، أهلا بك معنا أستاذة نداء. يعني بداية، لو تحدثنا عن هذه المشاهد الوحشية التي شاهدناها في الآونة الأخيرة من خلال التحقيقات الصحفية التي نشرت، ولاحقا أيضا سينشر تحقيق جديد، هذه المشاهد التي شاهدناها لأي درجة من الممكن أن تؤثر في المحكمة وفي سير هذه القضية؟ تمام. المشاهد هذه تضحط بشكل أساسي اللي حاول يروج الدفاع خلال جلسات محاكمة عن المتهمين. فريق الدفاع عن المتهمين حاول يروج إنه كان هناك محاولات إسعاف وإنقاذ لنزار بنات خلال فترة من لحظة خروجه من بيته، إخراجه من بيته، ولحظة وصول الأمن إلى مبنى الأمن الوقائي، ولحظة وصوله للمستشفى. فهي المشاهد فعليا ضحضتها، لأنه كنا شفنا وهو بتعرض يعني في عنصر من المتهمين عن كان يركله بإجره عشان يدخلوا على السيارة. ففعليا هي ضغطت كل هاي النظريه اللي حاولوا يبنوها خلال جلسات المحكمه. نعم، ولكن يعني هذه الامور لاي درجه من الممكن ان تقول او تكون في اروقه المحاكم لها وزن حقيقي، وبالتالي يتغير سير عمليه المحاكمه برمتها؟ هل هي هذه المشاهد، ننوه انه هي مشاهد برضه عرضت يعني المحكمه مستلماها. نعم. المحكمة موجودة عندها جميع هاي المقاطع المصورة، والدفاع أحضر قبل فترة في الجلسة قبل الأخيرة شاهد خبير في أمن المعلومات على حسب وصفهم ليقوم بأعمال الخبرة على الفيديوهات، إنه يشرح يشوفها ويحكي إيش شاف فيها بحسب خبرته في أمن المعلومات. اللي هو حاول برضو يحكي إنه هو تم يعني تم إدخال نزار بنات بالسيارة دون ضرب ودون كذا. ففعليا هذا يعني الإشي اللي شفناه إحنا والموجود لدى المحكمة عكس فعليا ما قاله خبير أمن المعلومات، عكس ما قاله الدفاع. نعم، ولكن يوم الأحد الماضي أيضا المتهمين بمقتل نزار بنات رفضوا المثول أمام المحكمة. هذا التصرف أليس من الممكن أيضا أن يتكرر في مرات لاحقة؟ كيف من الممكن أن تتصرف المحكمة من أجل وقف مثل هذا الأمر، من أجل السير قدما في القضية؟ المحكمة بالجلسة الأخيرة، جلسة تغيب فيها المتهمين، أصدرت قرار بإلزام النيابة العسكرية والاستخبارات العسكرية بإحضار المتهمين جبرا. طبعا رفض المتهمين للحضور هي فعليا، خلينا نحكي، سابقة فعليا إنه المتهم يرفض يحضر. طبعا هذا مدعوم من أهالي المتهمين وأسرهم، وهو بشكل فعليا تحدي لاختصاصات صلاحيات سلطة المحكمة إنه تجبر المتهمين على الحضور. وهذا نشير إنه هنا نقدر نستنبط فيه انه تهاون من قبل السجن العسكري في اريحه، انه هو ما قدر يجيب المتهمين، هو عنده صلاحيه انه يجيبهم، مش يعني انا رفضت اجيبك معناها انت ما في عندك محكمه. لا. بمعنى أن متهم او متهمون اخرون ليس لديهم هذه الميزه بان يرفضوا المثول امام المحكمه في قضايا اخرى ربما ليست سياسيه. لا، المتهم غير لا يحق له انه يحضر يرفض حضور المحكمه. نعم. إلا إذا كان هناك ظرف قهري عليه. نعم. البت أما إن في... هو يرفض من نفسه. نعم. فهذا أمر يعني تحدي فعليا لسلطات المحكمة، ويعني المحكمة كان أجدر بها، هون ممكن نشير إنه المحكمة كان أجدر بها يوم الأحد إنه تقوم بإجراءات التقاضي بحضور المتهمين غيابيا. نعم. حتى لو هم غايبين تكمل إجراءات التقاضي، مش إنه المتهمين يفرضوا تأجيل الجلسة. يعني تأجلت المحكمة ربما 12 مرة حتى الآن، لأي درجة من الممكن أن يستمر مسلسل التأجيل؟ متى سيصل للمواطن يعني الجواب الشافي بأن المتهمون بقضية قتل نزار بنات سيحاكمون بطريقة أو بأخرى؟ طبعا المحكمة عم تتأجل يعني كثير مرات، كان بطلب الدفاع انه هو عنده شاهد، عنده بينه راح يقدمها، فبيتم تاجيل الجلسات. هذا هم فعليا بيتم المراهنه حاليا على انه الشارع ينسى.
ينسى قضية نزار بنات، وبالتالي يتخفف من وطئة الحكم، يتخفف من وطئة التقاضي. فهم فعليا على هذا الأساس عم بيراهنوا بالتأجيل، إنه كل ما أجلنا أكثر كل ما خفت ضخم القضية، فبالتالي خف الصوت المعارض لأن بأي حكم رح نصدره. وبنفس الوقت إنه الدفاع يأخذ وقته بإنه يطلب البيانات والشهود، وطبعا هذا حق الدفاع، بس يعني استمرار تأجيل المحكمة ما بتقع أبدا ضمن معايير المحاكمات العادلة اللي المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية والعهد الدولي. إذا الأستاذة نداء بسومي مسؤولة ملف الضغط والمناصرة في مجموعة محامون من أجل العدالة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.